رمضان المبارك، شهر المحبة، التسامح، الصلاة، الصوم والتقوى. ليليا عبر شاشة الام تي في وخلال الشهر الفضيل عم نلاقيكم ضمن برنامج ليالي بيروت لنعرفكم على مطاعم وخيام رمضانية فيكم تمضوا فيهم اوقات حلوة بالافطار او السحور. ليلي نحن موجودين بالداون تاون ومسيناكم مخصونة وسكر نبات. حلاوي صاحب شركة جالا اكسبوجر، مساء الخير. مساء الخير، رمضان كريم ان شاء الله عليك. وعليكم كمان، واهلا وسهلا فيكم بسكر نبات. ثانك يو. نحن ليلة موجودين بخيمة كثير مميزة ببيروت اسمها سكر نبات. شو بيميز سكر نبات عن غيرها من الخيام الرمضانية؟ بيسكلي الفكرة كلها عاملينها كثير مودرن. نحن عاملينها مور اوف لاونج. الخيام من جنرال ببيروت تلاقيهم كثير تيبيكال تراديشنال، الارجيلة العادية، القعدة العربية تيبيكال، العواد اللي عم بدق العود، بتشوفي فوانيس ديكوريشن، بتشوفي بلح عم يتقدم. نحن قصدنا انه نكون كيترينج للبارت الثاني من التارجت هيدا اللي بحبوا القصص المودرن، بحبوا القصص اللونج، ما بدهم يروحوا على خيام تراديشنال. فابتداء من الخيمه نفسها عاملينها خيمه بتنتفخ كلها سوا، بيضة كلها على شكل كيوب سوا مكعب، بتضلها منفوخة كل الوقت، بيضة هي. العفش كله عاملينه وايت لاونج، كنبيات مثل ما شايفين بيض كلهم. الأكل عاملينه مودرن، الأكل العربي اللبناني بس بطريقة مودرن، يعني اللبنة عاملينه سوشي، الشاورما مثل ما شفتم شوي تيماكي عاملينهم، عاملين كل الأكل بيسكلي مثل ما قلنا في تاتش وسترن شوي. الديكوريشن على الطاولات مثلا قصدنا انه ما نحط بلح او فواكه مجففه، حطينا قصص مثل صبابيط نحن وصغار نوستالجيا هي كنا. كله من السكر. كله من السكر، قدامي، معلل، قمر الدين، سكر نبات. الريسبشن كاونتر كمان عاملينه من سكر نبات وفلكسي كاونتر. البيانيست عم بدق بدل ما يكون في واحد عم بدق على العود، البيانيست ما عم بدق قصص مثل ما بقولوا هشك بشك فولجر او تشيب شوي، بالعكس كثير كلتشرال، عم بدق قصص لفيروز، مجد الرومي، هالمعنى. عندنا ستاند اب كوميديان كمان بدل ما يكون في عندنا حكواتي ذا تيبيكال ابو العبد ستايل، الستاند اب كوميديان هو عم بيعمل الكوميدي بيسكلي للجمهور الجمعه والسبت بيجي بالويكند. شفنا هون كمان في صورة لفيلم، عم تعرضوا فيلم هلا؟ بنعرض كونستنتلي افلام بلا صوت، قصص لفيروز، لشوشو، الدنيا هيك، صح النوم، عادل امام، سو افلام قديمة كلنا بنحبها، كل الاذواق بحبوها. انتبهنا اول شيء للاكل عن جد مميز، ودقناه كمان نحن بليالي بيروت الاكيب تبعنا، وعن جد كثير الاكل طيب. ثانك يو. هلا هيدي اول سنه بتفتتحوها بلبنان؟ مضبوط. هاي بيسكلي نحن شركه ايفانس بدبي اساسنا، انا وشريكي عمر الحسيني اسسناها للشركه ب 2007، جانوري 2007. من شهرين فتحنا اول مكتب لنا ريجنال اوفيس ببيروت، وهيدي الخيمه هي اللونش تبعنا بيسكلي لا جالا اكسبوجر شركتنا، اسم شركتنا. وان شاء الله يعني حنضلنا بس نحن لرمضان هلا، بس ان شاء الله الخيمه والست اب ونحن كجالا اكسبوجر موجودين يعني من هلا وبالرايح يعني ببيروت تو كيتر تو اول ذا ايفنتس نيدز بالبلد، وذر كوربريت ايفنتس او ويدنجز وذ تويست. وي بليف نحن بالسمبلسيتي، براينا انه الايفنت السمبل مثل ما شايفه هذا فيري سمبل فيري كلاسي بس بيعطي اتراكتس الوت. سو ذس از اور موتو بيسكلي بشركتنا يعني بشغلنا. لكن موجودين بلبنان، موجودين بدبي كمان، لانه في ايفنتس كمان بدبي عم تنعمل بهيدي الخيمه المميزه. عم تنعمل الايفنتس بهالخيمه بس مش كرمضان، مش كخيمه رمضانيه، عملنا قبل خيمه رمضانيه لاعمار بس ما كانت بهالخيمه بالذات.
مثل ما استعملنا هاي الخيمه لغير بيربسز ايفنتس عاديين اعمار بدها تعمل لونش مثلا كنا نعملهم بخيمه متنتفخ كمان غير هاي كانت شكل دوم شوي شكلها اكبر شوي من هاي بلس في غير كلاينتس بنشتغل لهم كمان بنستعمل لهم هاي الخيمه في شغله بس بدي احكي عنها كمان هي الشيشه اللي كنا عم تسالين على قصص المميز ايه كنت بدي اقول لك الشيشه اول ما شفتها عن جد كثير غريبه وكثير حلوه وفكره جديده اول مره بنشوفها قلنا اكثر عنها مزبوط هيدي الشيشه فكرنا انه عم نعمل نحن بالخيمه عندنا 4 في اي بي كورنرز بالزوايا اللونج فرنتشر از ديفرنت ذان الباقي العفش الباقي فكرنا انه تو بامبر الكلاينتس تاعونا اللي بالفي اي بي نعطيهم شويه في اي بي تريتمنت هاي الشيشه مثل الشيشه العاديه من ناحيه الدخان يعني والنفخ بس كثير هيك سمبل حلوه بيضاء مثل ما شفتوها من شوي ديزاينر عملنا اياها سبيشلي لنا وبيسكلي عم تنعرض حتى تنعرض يعني تصير تنباع يعني بالسوق كمان غير الشيشه عندنا كمان شفتوا طاوله الزهر بلكسي جلاس قصدنا نحن نعملها هذه كمان نحن اتس اور ديزاين بيسكلي انه ما بدنا ذا تيبيكال تراديشنال طاوله زهر مثل ما عملنا الورق الشدي كمان مش جبنا ورق شدي خالص نحن طبعاً الورق الشدي عليه اللوجوز تبع سبونسرز واللوجو تبعنا بيسكلي عم نقدم مونوبولي ريسك وسكراب كمان خيام رمضانيه الباقيه بتقدم طاوله زهر عاديه وورق شدي بقى هذا التارجت اودينس تبعنا بحب هالقصص بحب المونوبولي بحب الريسك بحب السكراب بقى هذا كمان قصص مميزه حتكون يعني كل العالم فيهم يجوا لهون اللي بحب كرمال الأرجيلة اللي بحب يتسمع على الميوزك اللي بحب نوع أكل مميز فيكون أو في يجي على سكر نبات طب كيف شايف إقبال العالم؟ والله الإقبال الحمد لله يعني نحن تأخرنا جمعة لنفتح بهالجمعة صار في شوية ضجة عنا بالبلد صار عنا عم تحكي أكتر بسكر نبات وتحمسوا العالم يجوا أول نهار عادة أول نهار بكون واحد شوي خفيف شغله أول نهار كنا مفولين كنا نحن عم نلحق يعني على زبونات الحمد لله كان نهار السبت الماضي الأحد كمان كان عجقة التانية خف شوي أوف كورس لأنه أول نهار هارب الجمعة يعني من بارح واليوم يعني عم رجعت العجقة تكتر اليوم ورفولي بوكت بكرة كمان ورفولي بوكت والعالم عم تحجز للأسبوع الجاي من هلأ كمان يعني أكيد في حجز كل ما بدي يجي الشخص لازم يحجز الرقم التليفون للحجز هو 03-699-939 أضبط واحد يعني في واحد يفوت ووك إن بلا ما يحجز بس إنه أضبط ليلاقي محل يكون حاجز يعني. وأي ساعة تفتحوا كل يوم؟ 9 تقريبا للسحور يعني لحد ما آخر واحد بفل بيسكلي واحدة ونص اثنتين ثلاثة هذيك المرة أجونا زبونات على 4 كنا حاضرين يعني للتصوير بس ده. والسنة جاي كمان خلال شهر رمضان المبارك رح تكونوا فاتحين؟ إن شاء الله ما بعرف إذا حتكون نفس الحلة ولا شيء أكبر أو أحلى بعد بدنا نشتغل يعني بس نخلص هالرمضان بدنا نبلش فكر بسنة الجاي وين حنكون لوكيشن يمكن تختلف يمكن ما نضلنا بهاللوكيشن يعني هلأ سوليدار عطينا سبونسرشيب الأرض هون يمكن سنة الجاي ما يعطونا أرض سو بدنا نشوف أرض تانية ويمكن مثل ما قلت لك تكون نستعمل خيمة الأكبر أو غير شكل أو يعني كل واحد بيمشي بيتطور شوي مع الوقت احكينا عن المال لحلا ما نحكي عن الحلو الحلويات كمان مميزه شو بيميزها عن غيرها بيسكلي مثلا عاملين القطايف قشطه بس عاملين قطايف نوتيلا كمان عاملين الديسبلاي تبع المغلي والرز بحليب هالقصص كمان مميز عاملين كمان بس اتذكر شوي هيدا المنيو هلا موجود هون مثلا عاملين الاسامي الحلو مثلا لورد وهاردي هن المعكرون العوامات عاملينهم صغار حلو شكلهم مثلا عاملين صحن صبابيط على المنيو مثل ما شفتوا هون صبابيط السكر حاطين على المنيو صحن صبابيط مسميينها فهيدي شغله مميزه بسكوت وراحه اوف كورس كمان شغله مميزه وباقي ما تبقى في يعني الكليج وفي القصص الثانيه المطلوبه عاده بالديزرتس يعني حتى المنيو سمبل تحسه وكثير هين يعني الشخص فيه جاست تيك على البدويه ودغري بيطبقوا عادي عاملين المنيو نحن لنسهل على الزبون وعلى الويترز بيسكلي عاملين مثل نوت بوكس المنيو كله موجود ويو تيك وات ايفر يو وانت يعني بيسكلي وبتعطيها للويتر هو بيعمل الطلبيه يعني جوا المطبخ كلمه اخيره للام تي في بدي اتشكر حضوركم اهلا وسهلا فيكم نورتوا يعني بدي اتشكر كمان الديزاينر اللي عملت لنا كل اللوجوز اللي عم تشوفيهم الايدنتيتي بطريقه كثير حلوه عملت لنا تياب الويترز اللي هن كمان مميزين عملت لنا السوبلايات عملت لنا كل الديزاينز بيسيك تبع الخيمه اسمها لارا بزري
بدي اتشكر كمان المحامي تبعنا نديم حميدي اللي وقف معنا وقفه قويه بهالجمعه اللي مرقت اللي تاخرنا فيها شوي. بدي اتشكر اوف كورس عائلتي ومرتي وكل اصحاب اللي وقفوا حدنا كمان بهالجمعه شوي كانت ستريس علينا. بدي اتشكر كثير عالم ساعدونا من سياسيه لاشخاص امنوا فينا ساعدونا لانجاح هالخيمه. وبيسكلي بالنهاية بدي اتشكر يعني اكثر شخص يمكن كان له ميزه خاصه باطلاقنا اللي هو الوزير بارود لانه امن فينا وشاف انه كل شيء عنا ليجل وحلو وراكي وهو بيسكلي كان له ايد كبير بانه نفتح نهار السبت الماضي. مثل ما قلت محل راقي جدا، نحن بدنا نتشكرك كثير وهلا رح نبقى معكم وان شاء الله بدنا نشوفكم السنه الجايه. رجعنا مع برنامج ليالي بيروت وخلينا نكمل سوا ونشوف كيف كانت الأجواء بسكر نبات. أجواء رمضان ببيروت؟ أجواء كتير حلوة والخيام كتير حلوين وشهر كتير حلو رمضان. كيف شايفة هيدي الخيمة خاصة اللي موجودين فيها سكر نبات؟ الخيمة كتير حلوة، فكرتها جديدة، الإضاءة فيها كتير حلوة، اللون الأبيض هيك كتير كتير حلو. أول مرة بتجي لهون؟ ايه. رح تعديها؟ أكيد. شو بيميز شهر رمضان عن غيره من الأشهر بالسنة؟ انه طبعا شهر رمضان صلاه وهيك هدوء مع العيله وانه حس انه بيصير في جو اكثر للعيله. ايه اكيد طبعا هو احلى مع العيله يعني، بس انه هيك في ايام عزايم ظهرات خيام هيك، بس هو احلى شيء مع العيله. كيف شايفه الاجواء عم تضلك بالخيام الرمضانيه؟ كيف شايفتيها؟ فيها عجقه؟ فيها عالم؟ بصراحه ما عم بروح كثير خيام، لا هلا اول مره بجي لهون وكثير حبيت الجو هون. شو بتتمني خلال شهر رمضان المبارك؟ انه ان شاء الله يكون شهر فضيل على الكل وعيد مبارك ان شاء الله. مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور، اهلا وسهلا. من وين حضرتك؟ من السعوديه. هيدي اول مره بتجي على لبنان؟ لا هذه يمكن عاشر مره. شو رايك بلبنان واجواءه؟ والله لبنان كثير حلوه خاصه في رمضان، انا اول مره احضر رمضان في لبنان وكثير حلو ما شاء الله يعني. كيف شايف الأجواء الرمضانية ببيروت؟ والله ممتازة صراحة، لأنه يعني في من الفطور وبعد الفطور وعلى السحور فكل شيء، والأماكن زي ما أنت شايفة مثلا إحنا الحين في سكر نبات روعة صراحة، يعني ما توقعت أبدا في رمضان ممكن ألقى أماكن زي هيك، والحمد لله مبسوطين كثير مع جمعة الأهل. طيب كيف شايف الأجواء بتفرق بين الجو رمضان ببيروت بلبنان والجو بالرياض؟ والله في الرياض ما بطلع كثير يعني بابليك، أغلبها في البيت، بس هون في لبنان بيشجعوك إنك تروحين أماكن بابليك زي ريستورانتس وكافي شوبس ولاونجز، فأتوقع أكبر فرق اللي هو الأماكن العامة في لبنان مهتمين فيها أكثر بكثير يعني. وبتعيدها مرة ثانية بتجي شهر رمضان القادم على لبنان؟ أكيد إن شاء الله نعيدها. بتحس قلت لي إنه جو العيلة بصير موجود أكثر بشهر رمضان المبارك عن بقية الأشهر العادية، مظبوط؟ صح، لأن شهر رمضان زي ما أنت عارفة شهر محبة وجمعة،
فأكيد بالعالم بيهتموا أنهم يتلاقوا بأهليهم، فأكيد رمضان غير يعني له طعم ثاني يعني. طب شو بتتمنى خلال الشهر الفضيل؟ أتمنى إن شاء الله كل الخير يعم في العالم، وإن شاء الله إن شاء الله كل سنة وإحنا سالمين يعني إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم بلبنان، وإن شاء الله نشوفكم السنة الجاية يا رب. شكرا كثير، شكرا. خير ورمضان كريم. مساء الخير. شهر رمضان شهر مميز، بشو بيتميز؟ بيتميز بكل شيء يعني، بالإفطارات، بالمحبة، بالمساعدة، بالتسامح، بالأجواء الرمضانية. مثل ما عم تشوفي هون بلبنان في خيام، ما في خيام بالأحرى مثل ما كان، أنا لأنه عايشة بدبي عم لاحظ إنه الخيام هونيك أكثر من هون، بس في كافيات هون غير كافيات عم نروح عليها. فإتس جود. كيف شايف الأجواء بلبنان خاصة خلال الشهر الفضيل؟ أنا صراحة حاسة إنه هون الأجواء أقل من هذيك السنة، لأنه عادة مثل ما قلت لك إنه بيكون في خيام، في عشية العالم بتروح بتسحر، في إفطارات. ما حاسة إنه هالسنة في قد قبل، فما بعرف ليش، بس في a difference. كيف شايف الأجواء بدبي؟ لأنه قلت لي إنه السنة الماضية كنت بدبي لحديت هلا، بس كيف شايف الأجواء بتفرق بين هون وهوني؟ لا أكيد في فرق هونيك، لأنه يعني كل ريستوران عنده إفطارات، في كتير خيام رمضانية أكثر من هون، والخيام يعني during the week وحتى بالويك أند، فا it's different. هونيك في بتحس برمضان أكثر من هون. وكيف شايف العالم إقبال العالم على الخيام الرمضانية؟ هلا هون حسب عم شوف ما شايفة خيام، شايفة كافيات، في عالم عم تروح بس مش قد قبل. بدبي لا في كتير يعني، كل العالم إنه it's fully booked من قبل الخيام أو كل شيء، حتى إفطارات you have to book a week in advance. وبتعديها سنة الشي وبتجي بشهر رمضان على لبنان؟ أكيد أكيد. كيف شايف الليلة الخيمة اللي احنا موجودين فيها سكرنا بيت؟ كتير حلوة، والجو هادي، وفي إنه بيانو ما عم تشوفي وهيك، ف it's good يعني، واحد بيقعد هون بيرتاح، في يحكي، في فينا إنه في جو. شو بتتمني خلال الشهر الفضيل؟ شو بتمنى؟ بتمنى للبنان يعني، بتمنى انه يضل الوضع منيح بلبنان، ويبطلوا السياسية يتخانقوا كل شوي يعملوا لنا مشكل، خلي هيك العالم تنبسط وترجع لبنان مثل ما كان قبل يعني. This is it. رمضان كريم. علينا وعليكم. شهر رمضان شهر الصلاة والتقوى، شو بيعني لك هذا الشهر الفضيل؟ اكيد هذا الشهر كل واحد فيه قرب أكثر من الله، وأكيد بقرب أكثر من عائلته ومن أصحابه. بس هلأ المشكلة أنه جاي بالصيفية، فمجبورين ننام الصبح شوي، فعم نقضيه بالليل أكثر شيء وننام الصبح. كيف شايف الأجواء ببيروت خلال الشهر الفضيل؟ صراحة أنا ما عم كون بيروت هلأ، عم كون بصور. كيف شايف الأجواء بصور؟ صور الأجواء كتير حلوة، صار لها من أول صيفية العالم كتير في عجقة بسور، كل المغتربين أجوا، وبعد لحديت هلأ في كتير عالم بقيوا بلبنان، وما فيك تمشي بسور يعني، بيقولوا أنه بيروت بسور زيت شيء، وفي كتير كافيات عم تفتح جديدة، وبقول للعالم كلها أنه تجع عصور. مقارنة بالسنة الماضية كيف شايف الأجواء بتفرق؟ أحسن بكتير، العالم مرتاحة أكتر، يعني اقتصاديا العالم تحسن، سياسيا تحسن الوضع ان شاء الله، وهيك يعني ان شاء الله احسن. شو رايك بخيمه سكرنا بيت الموجودين فيها الليله؟ احلى خيمه واكثر خيمه اوريجينال، وينزل العالم كلهم يشوفوها، وعن جد اتس ان اكسبيرينس يعني. شو بتتمنى خلال الشهر الفضيل؟ بتمنى انه هاللبنانيه ما عادش يكونوا ما عادش يزغروا عقلهم، يكونوا طائفيين يكونوا كلهم مع بعض. صحيح عم بحكي انا يمكن شيء عم بتفلسف او شيء، بس لا عن جد لازم كل، انه انا عندي اصحاب من كل المناطق من كل الطوائف، فكلنا لازم نكون سوا وننسى خلافاتنا السياسيه ونستغل هذا الشهر الفضيل كرمال نكون نعمل هذا الشيء. بتحس انه بشهر رمضان المبارك بننسى شوي اجواء السياسه؟ اكيد هن السياسيين صاموا عن السياسه هلا الحمد لله يعني، فان شاء الله ان شاء الله هيك يكون، وان شاء الله تطلع الحكومه هلا يعني بالعيد. من سكرنا بيت بودعكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا وحبيتوا الخيمه يلي نحن موجودين فيها يلي تميزت باكلها وقعدتها. بكره لقوني بحلقه جديده وخيمه رمضانيه جديده بليالي بيروت.